في أفغانستان لقي 9 أشخاص مصرعهم خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأفغانية في إقليم هلمند جنوب البلاد. وأفادت الأنباء أن أكثر من 1000 شخص احتشدوا بمنطقة جارمسير للمشاركة في تظاهرة احتجاج ضد قوات التحالف الدولية تخللها أعمال عنف ومواجهات عنيفة مع الشرطة الأفغانية. وخرجت التظاهرة للتنديد بمقتل مدنيين على يد الناتو وإثر أنباء ترددت عن إحراق قوات أجنبية للمصحف الشريف.